مرحب يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة كيك جدا مختلف. بدنا نعمل كيك مثل سفنجة الجلي. اول شي عنا 5 بيضات، 3/4 الكوب سكر، وبدنا نستعمل ملعقة صغيرة فانيلا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السكر، كمان ملعقة صغيرة فانيلا، نخفقهم مع بعض على سرعة عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الخلط. بنكفي الطريقة. راح احط فوق الخليط 1/4 كوب حامض. في ناس بيقولوا للحامض ليمون. كمان 1/2 كوب زيت نباتي. 2 ملاعق صغار بيكنج باودر. كمان عندي هون 1.5 كوب طحين نخلتهم. الطحين عيرته مثل كوب السكر، بنفس كوب السكر عيرت طحين. كمان بخفق على سرعة خفيفة. بسم الله. انتهينا من خلط الكيك. هلا بدي شيل قسم من هيدا الكيك لاعمل اللون الاخضر. رح احط قسم شوي، ربعهم تقريبا، بشيلهم بهيدا الشكل. شلت القسم هيدا، بعمله لون اخضر، وهيدا القسم رح اعمله اصفر زيادة. رح احط صبغة، بحط شوي وبحرك عشان ما يطلع كتير اللون غامق. ضل حط صبغة لإحصال على اللون المطلوب. هيدا اللون اللي نحنا عملنا اياه. هلا بيغمق شوي كمان عالطبخ. حط اللون الاصفر على جنب. هلا بدنا نخلط هيدا اللون الاخضر. تخليط بسباتشيلا أحلى من الملعقة. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 150 من الأعلى والأسفل. كمان نفس الشي هون، بحط شوي شوي من الصبغة وبخلط لأحصل على اللون المطلوب. أكيد بعد بدي منيح. هلا حصلنا على اللون المطلوب، هيدا اللون المطلوب.
حلو. هلا بحط الخليط الاصفر بالصينية على ورق الزبدة. بسم الله. اكيد من اللون الاصفر يكون سميك عن اللون الاخضر. اللون الاخضر من اياه يكون كتير رفيع رقيق. بعملهم بهيدا الشكل. هلأ بحطها بالفرن. هون شو عملت باللون الأخضر؟ هيدي الصينية كبيرة، لحتى لي أعملها مثل هيديك الصينية نفس الحجم للكيك تقريبا، حطيت صينيتها بهيدا الشكل لأقربهم يكون الحجم قريب كتير لبعض. هلأ بحط اللون الأخضر. بفلشهم شوي. هيدي الطبقة الخضراء من اياها يعني كتير رقيقة. بحاول اعملهم نفس المستوى. كمان بعملهم بهيدي الطريقة شوي. هلأ بحطهم بالفرن. هيدا الكيك بعد ما طلع من الفرن اللون الأخضر أخد بالفرن 10 دقايق، واللون الأصفر أخد بالفرن نص ساعة. اكيد بعد ما طلعوا من الفرن حطيتهم لبردوا بحرارة الغرفة. هلأ بدنا نكفي مع بعض الطريقة. بسم الله. كمان عندي مربى المشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. واو لونه كتير حلو. بحط مربى المشمش. هيدا المربى للزق القطعتين مع بعض. انا بس بدي القطر اللي بالمربى، ما بدي شقف المشمش. هلأ بدي حط اللون الأخضر على هيدا اللون الأصفر. بسم الله. واو لونه كتير كتير رائع. بكبسها شوي. هلا بدنا نجلس الكيك، نقص الاطراف ليطلع كتير جالس وظابط. فكرة لونهم كتير كتير رائع. علون مطبخي. واو شو حلو طالع.
بيختار الكيك من قلبه، طالع شي حلو. هلا بدنا نعمل سفنجة الجلي، بدنا نقصها. بسم الله. هلا شو بدي اعمل انا وياكم كمان؟ بدنا نشيل هيدي طبقة لعطي هيدا اللون. لفتلكن اياها على الكاميرا، بعتقد هيك منيح. اوكي وكيف بدي استحكم انا شيلها؟ يلا ما بيأثر قد ما فيني بعملها رقيقة. هيدا الشكل بس لنشيل القشرة البنية. هلا صارت أزبط، صارت ليفي 100%. شفتوا كيف؟ كمان لأعمل هول الباقيين. هول السفنجات اللي عملتهم انا وياكم. هلا بدنا نعمل الفيري. في ناس بيعملوا زلال بيض مع حامض، شويه حامض وسكر، بس انا شو راح اعمل؟ شيء سريع وصحي. عندي هون شويه حليب، حوالي نص كوب صغير، بحطهم بالمرتبان، بشد المرتبان منيح، خلطهم قد ما فيني ليعملوا رغوة. عملوا رغوة، هلا بحطهم بكاسي. بسم الله. واو شفتوا طريقة كتير سهلة. بالملعقة كمان منشيل الرغوة بهيدا الشكل وبحطها على الليفة. شفتوا كيف؟ طريقتها كتير رائعة وسهلة، كل ما منا قطعة فينا نعمل بهيدا الشكل. هيدا الكيك اللي عملته أنا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.